محاولة وكرة على أحمد موسى داخل منطقة الجزاء، وأحمد موسى، أحمد موسى يحاول تمريره، محرز، أخيرا يأتي الهدف، أخيرا يأتي الهدف بعد طول انتظار، بعد طول انتظار، وليس لها إلا محرز، وليس لها إلا محرز، أخيرا يأتي الهدف. أو سليماني من سجل هدف، يأتي أخيرا بعد مجهود رائع من أحمد موسى، وكرة أبت ورفضت. شوف في الإعادة هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، المرور من أحمد موسى، محاولة كانت أمامنا، تمريرة وبعد ذلك مهارة من نعم من محرز، من محرز أتى الهدف، تسديدة ممتازة ومهارة، ولكن شوف محرز ود اللاعب وين وداه المدرجات في اللقطة الماضية، والتسديدة ومباشرة مرت الكرة مباشرة إلى خارج إلى أو إلى الشباك، مباشرة عانقت الشباك،